برحب بالأستاذة الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي، برحب بحضرتك معانا في هذا الصباح. أهلا بحضرتك، منورنا. أنا سعيدة معاكم، يعني صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. شكرا. وهنبدأ جولتنا من جريدة الدستور وعنوان 9 سنوات من البناء مشروعات ضخمة لحماية النيل وتنمية الموارد المائية وتطوير الري. حضرتك شايفة ازاي اللي وصلت ليه مصر بعد 9 سنوات من قيادة سيادة الرئيس السيسي، خاصة في تنمية الموارد المائية وتطوير الري؟ يعني أنا شايفة ان كل حاجة عندنا بتتطور. ده أكيد. كل حاجة يعني احنا بنشوف، يعني احنا ما حدش بيقول لنا، احنا بنشوف، احنا بنمشي نشوف الطرق اللي بتتصلح، نشوف المصانع اللي بتقام، نشوف المدارس اللي بتتبني، نشوف المراكز الصحية، نشوف المباني الجديدة، كل ده بنشوفه. وبعدين احنا كنا قعدنا عقود على فكرة متكلسين فعلا. يعني ما انت عارفة، مرة واحد كنت مع دينا عبد الرحمن في دريم زمان، في صباح دريم ايام الرئيس مبارك الله يرحمه، وبعدين الراجل بيقول لي احنا يعني بيمجد ان احنا يعني الاستقرار، يعني احنا كده ساكتين عشان الاستقرار. فانا من غير ما اشعر يعني طبعا بخاف بعدها بقى، قلت له عفنا من كتر الاستقرار. فعلا الاستقرار ازاي لازم تطوير ولازم حركه لكن انت لما تبقي كله مطالب بحركه وكله بيتكلم وكله بيقول ايه اللي رؤيته وكله يعني انا بقول مصر كانت نايمه والسيسي صحاها. ده هيدفعنا ان احنا نروح مع حضرتك للعنوان التالي، لانه بيتحدث برضو عن جمهوريه جديده، ده بدات من 30 يونيو بالزبط. عنوان هذا العنوان في جريده الوطن 30 يونيو: عظيمات مصر، تقدمنا الصفوف. شايفه حضرتك اهميه دور المراه في ثوره 30 يونيو؟ وحضرتك يعني خير من يتحدث عن هذا الموضوع. لا انا مش شايفه انه اهميه، انا شايفه انه حاجه حيويه. ليه؟ مشاركة. لان احنا اللي مربيينكم. يعني احنا لما نيجي نسمع لمده برضو عشرات السنين تحقير للوطن، ومش عارفه اقول ايه، يعني الحقيقه انا من الناس اللي حكيت لكم يعني من ابويا وامي، يعني كان حب الوطن ده قبل اي حاجه في العالم يعني. فاللي حصل انه احنا يعني كان الوطن ده حاجه يعني ما تستحقش مثلا التضحيه، لا احنا رجعنا نسترجع تاني قيمه الوطن، واحنا شايفين ربنا يفك ضيقه كل الاقطار العربيه اللي حوالينا اللي بتعاني النهارده. يا رب. احنا شفنا ايه المعاناه قد ايه، ولا قدر الله يعني لو ما كانتش الام المصريه هي اللي علمت الجيل كله، جيل الشباب اللي طلع بالملايين في يونيو العظيمه علشان يقول لا محدش هيقرب لمصر، ده اللي ربيته المراه المصريه. ده هي المراه المصريه اللي اتحملت كمان كتير قوي، يعني وقت مثلا في ازمات للسلع، في ازمات في الامكانيه، لانه يعني كان في نقص في حاجات كتير أكيد. ما كناش بنلاقيها يعني. فالحمد لله المرأة المصرية لعبت الدور اللي هي لازم تلعبه، هي مش بتتفضل. يعني أنا لما أجي أقول لابني ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن، أبقى خاينة على طول، ملهاش كلام، ويبقى يطلعوا برا مصر بقى. يعني عشان كده هم استبعدوا من الحوار الوطني، لأن فين الوطنية هنا؟ مفيش وطنية. أستاذة يعني فريدة، هنروح لملف آخر وهو ملف الحوار الوطني، ونستعرض عدد من عناوين الصحف المصرية. أولا من جريدة الوطن: الحوار الوطني استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم. وعنوان آخر من جريدة الدستور: 24 جلسة و1000 مشارك خلال أسبوعين من الحوار الوطني. ما هي أهم النقاط اللي تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني من وجهة نظر حضرتك، وخاصة طبعا في ملف التعليم مثلا؟ طبعا أصبصي، التعليم ده يعني هو اللي الاساس اللي بتبني عليه كل حاجه بعد كده، لان يعني انت من التعليم بتطلعي بالتخصصات بقى، واحد بيطلع عبقري في الرياضه بيقول حاجه، واحد بيطلع عبقري في الطب مثلا، في يعني في مصر مليانه عبقريات على فكره، ده احنا عندنا ناس عندنا العالم كله، عندنا مواهب في كل المجالات خطيرة. فعلا في كل يعني احنا لما تيجي انت تقولي مثلا مصر وتيجي تقولي فاروق الباز وتيجي تقولي مجدي يعقوب، لا الاسماء مش هتخلص يا استاذه فريده، لا مش هتخلص فعلا. واحمد زويل يعني احمد زويل يعني اخترع الفيمتو ثانيه، ده دي حاجه قلبت الموازين كلها اللي في العالم.
بس احنا دايما ما بنبصش للجوهر قوي يعني. رجعنا الوقت بقى في الحوار بنبص للجوهر، لان ما لناش مفر من ان احنا نشوف جوهرنا ايه ونشتغل على هذا الجوهر علشان نرجع تاني مصر. انت عارفين انا لان انا قلت لكم قبل كده ان انا كبيره شويه يعني فوت العشرين فانا يعني حاسه بمصر لما كنت بروح في اي حته في العالم، مش بس الدول العربيه، والله العظيم كانوا بيرفعوا القبعه مصريه من بلد ناصر يعني برضو عايزين نسترجع دلوقتي بقى يقول لك مصريه من بلد السيسي. حضرتك شباب على طول يا استاذه فريده. الله يخليك. بس خلينا نروح مع حضرتك واحنا بنتحدث عن مصر، احنا مش بنتحدث فقط عن محافظه القاهره ولا محافظه الجيزه، بنتحدث عن عدد كبير من المحافظات المختلفه، وهي ده اللي بيقاس فعلا مدى التطور اللي بيحصل ليس فقط في القاهره والجيزه. عشان كده في ملف في جريده الاخبار العنوان بتاعه هو 32 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات. شايف حضرتك تأثير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في خدمة أهالينا في المحافظات المختلفة والربط ما بين المحافظات أيضا بكل الأشكال؟ بشوف إن ده إن القيادة الحالية قيادة مصرية مش قاهرية أو جيزوية أو مش يعني إحنا الأول كنا فرحانين بالقاهرة لما أهملنا بقية المحافظات المصرية العظيمة اللي منها برضو في صناعات هايلة زي المحلة الكبرى وصناعة الغزل والنسيج مثلا. يعني أنا عمري ما حنسى لما كنت ببقى في سويسرا ولاقي كده مكتوب كوتون إيجيبسيان يعني القطن المصري. ومن جريدة الأخبار أفراح في المحلة، تشغيل تجريبي لبكورة مصانع المشروع القومي للغزل والنسيج، وعنوان آخر من جريدة الدستور افتتاح أول مصنع في خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج يوليو المقبل. حضرتك شايفة إزاي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الصناعة وإنشاء مشروعات قومية بكل المحافظات؟ بالضبط، ما هي القيادة السياسية هنا واعية بكل ما يمكن أن يفيد مصر. مثلا الصناعة، مفيش بلد تبقى كبيرة من غير صناعة، واحنا عندنا تراث، احنا عندنا الغزل والنسيج ده من يمكن أكتر من 100 سنة يعني مش عايز أقول تواريخ، بس يعني احنا كل اللي بنرتديه الغزل والنسيج في مصر. أيوة أكيد. ففي ناس كانت بتصفي ده عشان تستورد لنا زي ما احنا فاكرين ملابس من الصين من مش عارف منين يعني أي كلام كده، للأسف الشديد يعني. واحنا كنا حاضرين على أعتى مؤامرة حصلت ضد مصر بتصفية صناعتها، لأنه إحنا في الستينات كانت الصناعة بتاعتنا ليها صدى واسع جدا في العالم كله. فالنهاردة إحنا بنرجع تاني زي ما بقول، أنا بقول إن إحنا بنرجع تاني مصر. أيوة. احنا ما كناش مصر، وده واضح، وجهود كلها ملموسه على ارض الواقع. بالظبط. والمثل اللي حضرتك ضربتيه يعني واحنا بنتحدث عن صناعه الغزل والنسيج بنشوف العوده القويه بشكل كبير جدا لتطوير كل يعني اطراف المنظومه الخاصه بالغزل والنسيج في مصر، واكيد يعني جنبها او زيها حاصل في قطاعات اخرى عديده في هذا التطوير. بنشكر حضرتك جزيل الشكر على تشرفنا وعلى وجودك معنا، الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي. نورتينا استاذه فريده. الف شكر. أنا اللي بسعد بيكوا احنا بنسعد اكتر والله بجد يعني ببقى مستنيه اليوم ده بشغف. شرف فينا دايما. شرف فينا. وجزيل الشكر طبعا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، لان بكده بنكون وصلنا الى ختام هذه الحلقه، وبالطبع تحياتي لزميلتي العزيزه ساره سراج. تحياتي ليك يا باسم، وتحياتي طبعا الاستاذه فريده الشباشي، وتحياتي لزميلتنا جاكلين ماهر، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعه، واستنونا بكره في حلقه جديده من هذا الصباح.